الحقيقة لما بنتابع ما يحدث في العالم كله كل يوم من نقص مواد، من أيضا فاتورة اقتصادية كبيرة بيدفعها العالم بعد الأزمة الأوكرانية الروسية، بتجد بأنه يعني ما هي مصر ضمن خريطة العالم، الجميع كله عليه أنه يدبر ويتدبر ما يجري في الوطن. وده اللي حاصل الحقيقة. احنا بقالنا أكتر من أسبوعين ثلاثة وإحنا شايفين أنه هناك يعني تقصي وبيانات وبحث وأيضا يعني تحسين أوضاع كثيرة جدا، خاصة الأوضاع المالية لدى المواطنين علشان يقدروا يواجهوا اللي بيحصل، زي ما شفنا الحاجات اللي يعني صدرت منذ أكثر من كام يوم تقريبا. تعالوا نتابع معاكم كمان. النهاردة أعلن رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اليوم وهو بيفتتح على هامش افتتاح معرض أهلا رمضان اللي شفناه مع حضراتكم منذ قليل، إن مصر أجرت محادثات مع صندوق النقد الدولي، وذلك بشأن تمويل محتمل كإجراء وقائي من أثار الأزمة الروسية الأوكرانية. وطبعا ده في حال استمرار الصراع لفترة طويلة، محدش عارف الصراع ده ممكن يمتد لحد فين. الصورة اللي انتوا بتشاهدوها الآن ده يعني دولة رئيس الوزراء ومعاه مجموعة من الوزراء، وده خاص بموضوع البنك الدولي وإزاي نقدر يعني يكون عندنا تمويل جديد، وهذا التمويل يعني الوقائي هنعرف بعد قليل يعني لماذا هو وقائي وإزاي نقدر نستفيد منه، وإنه ما يضرش أي مواطن من هذا البرنامج الجديد. كما لأنه شدد أيضا مدبولي أنه لن يضر أي مواطن من البرنامج الجديد، مشيرا إلى أن هذا البرنامج للحفاظ على النمو الاقتصادي المصري، وموضحا أن الدولة قادرة خلال الفترة المقبلة على تحدي هذه الصعوبات. الحقيقة يعني كل اللي احنا شايفينه ده محتاج ان احنا نعرف مزيد من التفاصيل، وكمان حضراتكم تعرفوا لماذا دخول او ندخل في مباحثات ومحادثات جديدة مع البنك الدولي. معايا على التليفون دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله. طيب حضرتك يعني يا ريت انا عايز اعرف الاول وبرضه المواطنين يعرفوا يعني ايه تمويل وقائي. طيب خلينا نقول لجمهورنا الكريم ان المحادثات او التواصل ما بيننا وما بين المؤسسات العالميه لم تتوقف. منذ 2016 مصر تبنت برنامج اصلاح اقتصادي كبير غيرت فيه كثير من الاوضاع الاقتصاديه، وطبعا مع استمرار الاوضاع العالميه جائحه كورونا لما جت مصر اقترضت من صندوق النقد الدولي حوالي 5.2 مليار. تمام. وطبعا ده كان تمويل يعني قصير المدى. وكل المؤسسات العالميه ساندت الدول اللي هي متوسطه النمو في توجهها. لكن سؤال حضرتك الكريم ده عباره عن اجراء احترازي مصر بتقوم بيه، ان يكون في مفاوضات مشاورات زي ما بتسمى كده. أيوة. مع المستشارين اللي هم مستشارين العالم. تمام. بنقول لهم خلي بالكم احنا النهارده كالدوله المصريه في اتجاهنا للحفاظ على الاصلاح اللي احنا بنعمله ده، ممكن يكون في احتياج لحزمه ماليه خلال الفتره القادمه. تمام. الحزمه الماليه دي بيتم استشاره البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لمسانده مصر. بيساندوا مصر بحزمه ماليه بتكون قصيره المدى برضه، يعني مش فتره كبيره، نظرا للحفاظ اللي مصر حققته، فبيتم مسانده المؤسسات الاجنبيه. ممكن تكون الحزمه 3 مليار 4 مليار. ده بيتم التشاور في الوقت اللي احنا بنحتاج فيه الحزمه الماليه دي. علشان كده خليني اكد على كلام حضرتك الكريم اللي تفضلت بيه، كلام الدكتور مصطفى مدبولي، الحزمه الماليه الاولانيه اللي هي ال 12 مليار طبعا كان في تغير في كل الاوضاع الاقتصاديه في مصر. تمام. اما النبادي لن تمس المواطن. تمام. يعني دي انا عايزه نشرحها شويه دكتور مصطفى، لانه برضو يعني المواطن مش هيبقى في تغيير في الدعم. بالظبط بالظبط، خلينا نفصلها للمواطن شويه. لا يوجد هناك تغيير في الدعم، لا يوجد هناك تغيير في الاسعار خالص. وعلشان كده يا فندم كمان البرهان بتاعنا اللي احنا بنتكلمه امرين. الامر الاولاني ان كل السلع والمعارض اللي حضراتكم يعني بتفضلتم بعرضها
موجوده بقالها الحمد لله كده تقريبا الاسبوع الاول. صحيح. رئيس الوزراء الامر الثاني اكد ان يعني كل احتياجات المواطنين هتفضل لنهايه السنه. تمام. يعني بمنتهى البساطه ان اي سلع تموينيه ومحاصيل زراعيه متوفره والدوله بتحمي السوق المصري لنهايه السنه، يعني مش في موسم اللي مزبوط. هو بيكون فيه طلبات يعني بتزداد. يعني ما هي دي كلها كمان يعني اوضاع وافكار وتامين استباقي، لان احنا مش عارفين المدى بتاع الازمه الاوكرانيه الروسيه قد يمتد لفين، فيبقى انت وضعك في الداخل مؤمن. بالضبط كده يا فندم. وخلينا نقول نقطه مهمه، ان احنا الحمد لله اوضاعنا الاقتصاديه يا فندم لو حضرتك بصيتي عليها كده بنظره يعني معمقه هتلاقي ما عندناش اي مشاكل. لكن المشكله اللي جايه لنا من الاوضاع طبعا. الاقتصاديه العالميه، الاوضاع الاقتصاديه العالميه يا فندم مأثره على اسعار البترول والغاز. البترول بالضبط، البترول والنفط والغاز او ما بيسمى كله ببرميل البترول اللي هو المحرك الاساسي لكثير من المدخلات في الصناعه والتجاره والنقل وكل حاجه، في ارتفاع كبير في الاسواق. مظبوط. فده مؤثر على العالم كله بان النهارده اقل موازنه فندم في اي دوله بقى عندها اصبح عندها عجز في مشكله تدبير البترول. حقيقي. وايضا الغاز وايضا السلع التموينيه. ده خلي بالنا في نقطه، الحرب دي بقى لهاش الا شهر. فببالنا لو امتدت لاكثر من ذلك اعتقد هيكون فيها كلام اكثر من اللي احنا بنتكلم فيه. اسمحيني استعير كلمه حضرتك الكريمه واقول نتدبر في بيوتنا. دي حقيقه. الامر احنا مش حكاية يعني هو المصريين عموما الحمد لله، يعني الشعب المصري ده شعب بيعرف يتدبر اموره، يعني من ايام فيضان النيل وهو يعني مواطن بسيط او فلاح يعني بسيط وهو بيعرف يتدبر اموره. لكن اللي انا عايزه اسال برضو حضرتك فيه، يعني انا برضو عايزه اعرف، لان احنا عندنا تمويلات كثيره من البنك الدولي، السؤال اللي الناس برضو او تحب تفهمه، هل مصر قادره على سداد تمويلات اخرى؟ اسمحي لي اشكر حضرتك على السؤال وهقول لك بمنتهى البساطه، هل سمعتي حضرتك ان مصر اخلت او لا. ما سددتش قسط واحد على مدار الثمان سنوات الماضيه؟ لا طبعا خالص، والا كانت المؤسسات دي ما سندتناش اول مره وتاني مره. وخلي بالنا نقطه مهمه، مصر بس بتعلن على الكلام مع صندوق النقد الدولي لان ده بيعلن في العالم كله وبيتم موافقه مديرين تنفيذيين في عدد طبعا. من الدول. لا احنا عندنا دول في قارتنا الأفريقية يعني كانوا بياخدوا مساندة مصر يعني علشان يتكلم مع البنك الدولي عشانهم، واحنا كلنا عارفين ان الدول دي واحنا طبعا بنساند طبعا اشقائنا في كثير حقيقي. من الدول علشان نوجه معاهم التنمية اللي بتعود علينا بان طبعا. هم اشقائنا في كثير من اوجه المناطق أكيد. سواء طيب عربية. سؤال تاني برضو دكتور مصطفى علشان الوقت، عايز اعرف برضو يعني هل الهدف يعني من هذا التمويل الوقائي هو كمان يعني ضبط سعر الدولار، نقدر نقول ده ولا ملوش علاقة؟ هو طبعا قايم على جزئين، بس هو تدبير السيولة، وده مش هو عشان دعم للدولار، الدولار ده بقى بمندوقه في السوق الحر. حضرتك بتشوف النهاردة الأسعار بتنخفض أو بترتفع، الدولار النهاردة ابتدى يتحرك في اتجاه هبوطي، ابتدى يهبط. ليه؟ لأن الناس النهاردة عندها ميزة في شهادات ب 18% طبعا، والشهادات الحقيقه عامله ارقام عاليه جدا في البنوك، فواضح انه الناس كمان بتصدق ويعني عندها في مصداقيه للحكومه المصريه وللدوله، فالناس بتتجه على طول وبتقدر تبدل وتامن نفسها هي كمان. مظبوط يا فندم، وعلشان كده احنا في اليومين دول الدوله تقريبا جمعت شهادات بحوالي 155 مليار جنيه في اقل من 72 ساعه. ده بالنسبه لنا رقم كبير جدا، ده اللي بتعلنه البنوك طبعا. وعلشان كده سعر الصرف النهارده في اتجاهه، الصدمه بتاعت الاول ايام طبعا امر طبيعي جدا، ولكن الدوله خلاص انهت على ما يسمى الدولره او السوق السوداء، وبتحاربه محاربه علميه اقتصاديه ان صحيح. الاسعار موجوده في الجهاز المصرفي في البنوك، تقدر تحول فلوسك داخل الجهاز المصرفي وتستفيد من ارتفاع سعر الفايده. طمني حضرتك ان النظام لغايه وقتنا الراهن امن، وان شاء الله يا رب تعدي ان شاء الله الحرب الروسيه الاوكرانيه بسلام، ان شاء الله فنجتاز هذه المرحله
دون ان احنا نلجا لحزم تمويليه ونعتمد أكيد. على الاستثمار الداخلي والاستثمار الخارجي. اكيد. دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي، اشكر حضرتك شكرا جزيلا، واقف عند الارقام دي اللي هي ارقام مهمه زي ما الدوله يعني طرحت او المركزي طرح الشهادات بتاعه 18%، ففي 155 مليار في اقل من 72 ساعه شهاده، وده تاكيد على انت عندك ثقه في الدوله بتاعتك، في الناس على طول هي كمان الدوله بتفكر والناس بتروح كمان تتدبر مع الدوله، وهو ده الواقع اللي احنا نقدر يعني يطمنا او نقدر احنا كمان نتكلم فيه. انتوا هتلاقوا ان العمليه كمان وشايفين الدولار، في مساله الدولار في طريقه علميه في التعامل معاه وطريقه اقتصاديه في التعامل معاه علشان يبقى في ضبط كمان للسوق وضبط للاسعار وما يكونش في اي حاجه، وهو ده هي دي مصر اللي احنا شايفينها اللي احنا عارفينها خاصه في الازمات بدءا من كورونا او انه جات لنا الازمه الاوكرانيه الروسيه، فانتم شايفين انه خلاص بقى عندنا كثير من الوعي وكثير من الالتزام بان احنا نقدر نضبط الاسواق. لكن في النهايه مش الحكومه لوحدها، احنا كمان علينا كمواطنين ان احنا نعي ونبص، يعني الناس يمكن البسطاء من اهلنا عندنا دور ان احنا نطمنهم ونكلمهم ونفهمهم. على فكره ممكن جدا يجي المواطن البسيط يبقى مش فاهم فتلاقيه متذمر متضايق تعبان، احنا بقى عندنا دور، عندنا دور كبير جدا. المسائل التطمينيه والمسائل التطوعيه والمجتمع المدني ده دوره، المجتمع المدني النهارده عنده دور كبير جدا انه يقدر يساهم ويقدر يوصل ويقدر يمد ايده ويقدر يبقى موجود في اماكن كتير زي المعارض اللي بتقدمها الدوله. كمان المجتمع المدني عنده دور كبير قوي في الازمه او في اي ازمه انه يبقى موجود جنب المواطن. طيب